السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتوا شايفين قمح على بيفيت جديد، تمام. حاجة ما شاء الله تبارك الله، على ري بحاري، طريق الطبع، مساحات كبيرة، تزرع جميع الزراعات، تزرع بقى بطاطس، تزرع طماطم، تزرع كنتالوب، تزرع فاكهة لسه. والميزة بقى إن فيه مياه بحاري، ده القمح أول، تمام. بفيتات جديدة، حاجة ما شاء الله تبارك الله. اللي عايز أي مساحة، 100 فدان، 200 فدان، 500 فدان، 1000 فدان، موجود بإذن الله. الميزة بقى إن فيه إيه؟ مياه بحاري. ما اللي انتوا شايفينها، الحوض ده حوض بحاري، تمام. هتقولي ازاي بحاري في الضبع؟ لما تيجي بقى اقولك، تمام. كل ده ما شاء الله مزروع اهوت، معانا عميل كمان جاي ياخد فراولة هنا. لو حد عايز يزرع مساحة فراولة، ارض وميه وكل حاجه.